الآن عندنا من أفضل الخدمات اللي يقدمها مستشفى الملك فيصل التخصصي هي التغذية، وتعرف معاناة المرضى اللي يحتاجوا أنهم يعطوا نيوتريشنز وكذا في المناطق بكميات كبيرة، وتوقفت فترة طويلة ورجعت الحمد لله تدريجيا بالعودة مرة ثانية. اتفضل. بالنسبة لتوفير الحليب، طبعا المرضى يعانون من اضطرارهم للقدوم للمستشفى كل شهر لصرف الحليب. الحجم أو كميات اللي تصرف كبيرة، فأحيانا نقلها يكون صعب. أحد طرق المساعدة أنه يكون في خدمة يعني موصل أو ناقل يوصلها للمناطق، بالإضافة إحنا ممكن نحصل على المساعدة بحصولنا على أنواع الحليب المتوفرة في الهيئات، وبالتالي صرفها من مراكز المتوفرة فيها. يعني ممكن يكون في ستاك معين أو كمية معينة ترسل وبناء عليه يصرفها مباشرة من المركز أو المتوفرة حاليا الموجودة. موضوع الناقل، بعض المرضى يطلبون حتى أنه يكون على حسابهم الخاص، وإحنا المستشفى إن شاء الله حنعمل على أنه يكون متوفر إن شاء الله. الآن مثلا لو أي منطقة طلبت الحليب مثلا ممكن نرسل لهم الآن؟ حاليا ما يوجد عندنا ناقل في بلد. احنا ارسلها وتريتش ممكن ننقلها لكم. ايوه. لا، الكمية، هل انتم بتقدروا تنقلوا كميات كبيرة ولا تحدد؟ ما ردينا. لا، البروسيس مو موجود. لا لا، احنا في طلب خاص بظروف يعني مثلا خاصة. لا، الان اي مريض عندك احنا ممكن ننقل الحليب هذا، واذا رايتي انك انت مثلا تاخذي كميه كبيره وتوديها مثلا نناقش معاهم اول مره، نبحث الموضوع هذا مع المستشفيات المرجعيه، نقول مثلا عرعر ممكن تكون انت تقولي مثلا لازم يكون ستورج، ولازم تكون ثلاجه، ولازم تكون حاله درجه حراره معينه، ولازم اللي يصرف اللي يصرف الاشياء هذه نيوتريشن، ممكن يكون يعني نحط الخطوات اللي تحتاجيها، وما نعمل حاجة وانت روح تعمل دياجنوستيك فيزيت للمكان وتشخصي وتعرف المكان، وبعد ذلك نبدأ فيه. إذا كان العائق هو ارتفاع عدد المرضى اللي من خارج الرياض، عشان كذا احنا عندنا الضوء الأخضر الآن إننا نساعد أي مريض. شوفي، ما يعطوا له الحليب يجي عند الإدارة عن طريق العريش وعن طريق فلان ثاني، ونحن نقول له قاعدين نسير الآن، فنحن ما عندنا إشكالية فيه الآن. فنحن ممكن ننسق طريقة إننا احنا ممكن نطبع لكم، هذه عندكم اختنا موجوده اللي هي عزيزه، نطبع لكم مثلا البال اللي هي مثلا الدي اتش ال ونرسلها لكم، وممكن من هناك ياخذها وتودوها للدي اتش ال. يعني ممكن نعمل الميكانيزم فيها، نقدر نعملها يعني، لانه لما درست الحاله بناء على طلب الدكتور راشد توقفت لغايه. احنا عندنا مستعدين نساعد. هو معنا كان اخ من عندنا. لا، احنا الان اقول لك اننا عندنا مستعدين نساعد في هذه الخدمات، خاصه للمرضى اللي هم المساكين والمحتاجين. ما هو الحالات الخاصة اللي تجي عن طريقكم؟ احنا عندنا تنسيق مع الضوء أخضر عندنا مباشرة، ما عندنا مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. حنا شوف الآن، ترى هذه زي ما تقول دردشة بيننا وبينكم، تسمعون حنا نتكلم نقول لكم الخدمات. كلنا تحت أمركم، تحت خدمتكم في أي حاجة تبغوها، وتحت خدمة المريض، أمر المريض. اي حاجه، احنا كلنا عندنا اهالينا مرضى، عرفت كيف؟ ونشعر بمشاعركم انكم انتم بعيدين جدا وانكم محتاجين،